الأمر المهم اللي يمس كل بحريني. أعتقد اهتمام بالمساجد البحرين لله الحمد على مر العصور يعني اهتمام قائم، ومثل ما بينا لسعادة النائب أن هناك ميزانية مرصودة في إدارة الأوقافين، وهناك أولويات، فالأولويات تحتم أي مسجد يقوم بالبدء فيه. أعتقد توجيهات سيدي صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في لشهر رمضان المبارك في صيانة وتجهيز حوالي 30 مسجد وجامع في فترة قياسية، أعتقد تحسب للحكومة في هذه الفترة وللأوقافين. هناك جهود كبيرة يقوم بها إدارة الأوقاف ونشكرهم. أعتقد الكل شاهد خلال الفترة السابقة عدد المساجد التي يتم افتتاحها بشكل دوري، وهذا لله الحمد يبين مدى يعني أهل البحرين والبحرينيين شلون حريصين على هذا الشيء.